السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية عامة، مرحبا الله بالصف الثاني الثانوي مستر أستاذ شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حالة تبدأ المهنة بتاعك لعام 2022 من كتاب جيم لعام 2022. إن شاء الله مستمرون مع امتحانات شهر نوفمبر. النهاردة هناخد إن شاء الله الامتحان رقم 4، وده موجود عندك في كتيب الملحق بكتاب جيم اللي اسمه أونجونج أسيسمنت بوكليت. بدأنا إن شاء الله صفحة 81، على بركة الله نبدأ الامتحان الثاني إن شاء الله لشهر نوفمبر، واللي بيقولوا من الأولى في الجملة الأولى فيه I can never، لا يمكنني أبدا كذا، جاء فراغ the difference between، الفرق بين these twins هذان التوأمين، يعني دول توأم، أنا مش عارف إيه أعمل إيه بينهم. They are much alike، ده هم شبه بعض إيه بالملي. يبقى نقول إيه بقى، do the difference ولا make the difference ولا design the difference ولا tell the difference. do يفعل، make يصنع، design يصمم، tell يخبر أو يقول. هي دي tell the difference، ده تعبير عندك يا شباب اسمه يخبر عن الفارق ما بين كذا وكذا. tell اجابتنا راح يسعى في جمله رقم 1. اتنين بيقول لك كده، the teacher المعلم جاء في فراغ at the huge naughty student. تمام، نقول الجمله تاني يا شباب، the teacher كذا at the naughty student، المعلم كذا at the naughty. naughty بمعنى شقي، يعني ولد ايه، يعني عايزين نقول ان هو مش مؤدب يعني. student and asked him to sit down، وقال له اقعد. طب ايه بقى في النوتي ده، النوتي اللي هو الولد الشقي، سمايلد ابتسم له ولا سميلد، سميلد يعني حاجه ليها ريحه شم يعني، ولا سايند، سايند بمعنى وقع شيء، ولا فراوند كشر. هي دي فراوند كشر في الولد الشقي وقال له اقعد. ثلاثة بيقول لك فيها، the young man، الشاب took an extra work، كان بيقوم بعمل زياده، to increase his، عشان يزود ايه، outcome بمعنى خارج او منتج، ولا income بمعنى دخل، ولا tax اللي هي الضريبة، ولا cost بمعنى تكلفة. لا، هو عايز يزود الدخل بتاعه، income. إجابتنا في جملة رقم 3. طيب جملة رقم 4 بيقول لك فيها، the students must finish the test within، الطلبة لازم ينهوا الامتحان within، within بمعنى خلال كذا، the كذا of 2 hours، ساعتين، no more مش أكتر. location المعنى الحرفي ليها موقع، وده زي مواقع التصوير والحاجات دي، اريا منطقة، سبيس المعنى الحرفي ليها فراغ، وريجن بمعنى اقليم او منطقة. طيب ايه بقى الاجابة، سبيس، عايز اقول لك اللي هنا مقصود بسبيس كده كلمة بيريود يعني فترة، يبقى ده المعنى المناسب ليها حسب الجملة اللي قدامي، ان الطلبة لازم ينهوا الامتحان ده خلال فترة ساعتين، او مدة الساعتين، او اللي هي الفترة المسموحة ليهم زي ما قلنا ساعتين وليس اكثر. خمسة بقول لك فيها، we should all be، يجب علينا جميعا ان احنا نكون ايه، about the future of our country، لمستقبل بلدنا. نبقى ايه بقى بالنسبه لمستقبل بلدنا، positive ايجابيين، negative سلبيين، affirmative اللي هي فيها اثبات، وaffective ما له علاقه بالعواطف والحاجات دي. طيب لا، احنا لازم نكون ناس positive، نكون ناس ايجابيين بخصوص يبقى المستقبل بتاع بلدنا. ستة بيقول فيها، we decided not to tell mom about losing the mobile as، احنا قررنا احنا نقولش ماما عن موضوع فقدان الموبايل، as she will ايه بقى upset، fall المعنى الحرفي ليها، خلي بالك والمعنى الحرفي ليها تسقط، get المعنى الحرفي ليها يحصل على، turn المعنى الحرفي ليها يلف حاجة او يحولها، give المعنى الحرفي ليها يعطي. واخد بالك انا بقول المعنى الحرفي، لاني لما اخد الاجابة get هتديني معنى جديد، هتبقى بمعنى يصبح، get upset هتبقى حزينة مش سعيدة مش مبسوطة، ده اللي خلانا خلنا get اجابة صحيحة في جملة رقم 6. سبعة بيقول لك فيها، at this time tomorrow، يبقى at this time ده يشير للاستمرارية، وtomorrow يشير للمستقبل، يبقى ده اسمه مستقبل مستمر. سامح ماله بقى for his exam، الامتحان بتاعها، will sit، will والمصدر، ولا will be sitting ده مستقبل مستمر، ولا has sat ماشي، ولا may sit، هنقول will be sitting مستقبل مستمر. إجابة صحيحة في جملة رقم 7، وإحنا شرحنا قلنا ليه. جملة 8 بيقول لك فيها، the train to Alexandria، القطار المتجه لإسكندرية، ماشي إيه لسه الجملة ما خلصتش، from platform 5 at 10 p.m، من رصيف رقم 5 الساعة 10 مساء. This is a timetable، جدول مواعيد، من جدول مواعيد يبقى انت كده خلاص ذهنك استرجع المضارع البسيط انت بتستخدمه للتعبير عن جدول مواعيد، شكله مضارع لكنه مدلوله ايه؟ مستقبل.
is leaving this مضارع مستمر ما ينفعش، will be leaving this مستقبل مستمر ما ينفعش، will leave this مستقبل بيقول لي ما ينفعش، فضل المضارع البسيط leaves بمعنى يغادر، مضارع بسيط شكلا لكن مستقبل أداء ومدلولا. إجابة صحيحة في الجملة رقم 8 عشان قلنا إيه؟ جدول مواعيد، شايفها؟ تمام. نحرك الشاشة عشان نشوف الجملة رقم 9 واللي بيقول لك فيها If I were you لو كنت مكانك I wouldn't walk across that old bridge، ما كنتش هعدي من إيه الكوبري ده أو على الكوبري القديم ده. It looks like it، إنه يبدو كما لو كان إيه؟ ده حاجة شايفها قدام عينيه. طيب is going to collapse سوف ينهار، وده هنا هو لو بتكلم في التنبؤ مبني على دليل، will be collapsing ده مستقبل مستمر، is collapsing ده مضارع مستمر، collapses ده مضارع بسيط. بيقول لو كنت مكانك ما كنتش هعدي من على الكوبري القديم ده، ده شكله رايح، شكله يعني انت شايف، يعني انت تتنبأ وعندك دليل اللي انت بتقوله، يبقى انت كده محتاج التنبؤ ب going to، هتاخد is going to collapse سوف ينهار. اجابتنا راح تصحح في الجمله رقم 9 تنبؤ مبني على دليل، وده خلانا خدنا is going to collapse. عشان بقول لك فيها دكتور سامح isn't in his office at the moment، دكتور سامح مش في مكتبه في الوقت ده في اللحظه دي. In that case في الحاله دي I كذا him at home، في الحاله دي انا ايه بقى؟ في البيت. عايز اقول لك اتصل بيه يعني. طب يتصل بيه بفون في المضارع البسيط ولا المصدر ولا ام فونك في المضارع المستمر ولا ويله المصدر بويل فون ولا ويل هاف فون؟ انا هاخد ويل فون مستقبل بسيط بويل. ليه يا مستر؟ ده اسمه قرار عاجل سريع. بيقول لك الدكتور سامح مش في مكتبه دلوقتي، طيب بما انه مش في مكتبه دلوقتي انا هاخد قرار دلوقتي ان انا هرن عليه في البيت، يبقى ده اسمه قرار سريع تعمله بويل المصدر. اجابه صحيحه في الجمله رقم 10. 11 بيقول لك فيها dont call her after half after half an hour، طبعا كلمه half هنا مكتوبه غلط، هي كده مكتوبه هاف، لا غلط، مفطور المفروض تكتب هاف ان اور، يعني هنا الكلمه دي غلط على كده. ماشي، بما انها غلط نعدلها، ها نكتبها الكلمه الصحيحه، المفروض الكلمه اللي هنا هو يا شباب هتبقى هاف اتش اي ال اف. خلاص نرجع تاني، خلاص احنا عدلنا الكلمه اللي هنا انها غلط، نقول الجمله من جديد. Don't call her after half an hour. ما تتصلش بيها بعد نص ساعة. She كذا أناب. نام يعني مريحة شوية يعني. طيب. نقول will have will المصدر. ولا will be having ده اسمه مستقبل مستمر. ولا has مضارع بسيط. ولا is having مضارع مستمر. بما إنه بقول له ما تتصلش بيها بعد نص ساعة، يبقى ده معناه إن هي بعد نص ساعة عارف هتكون بتعمل إيه. بتعمل إيه؟ هتبقى واخدة لها غفوة مريحة شوية. يبقى الكلام ده هيحصل في المستقبل المستمر، تاخد له will be having. اجابه صحيحه في الجمله رقم 11. 12 بيقول لك فيها The president has instructed the government، الرئيس اعطى تعليمات الحكومه ايه بقى؟ More houses for youth، المزيد من المنازل للشباب. طب ده بايه بقى؟ ب to have built ولا building ولا build ولا to build؟ خلي بالك من حته بقى ايه؟ The president has instructed the government، ادى تعليمات الحكومه انها لسه هتعمل الحدث، يبقى تعمله بتو المصدر، تو بيلد انها تبني، مش تو هاف تصريف ثالث ولا بيلدنج بشكل جيرن ولا بيلد بشكل مصدر، لا تو المصدر. اجابتنا راح صحيحه في الجمله رقم 12، لان الجمله هنا هو اللي قدامي ايه؟ كانها بنقول عليها ريبورتد سبيتش، كلام منقول وفيها جمله امريه. ماشي، يبقى من الصعيد عن حكايه الامر والكلام ده وان احنا بنجيب تو والمصدر عشان يديني اداء صحيح في الجمله رقم 12. طبعا حركنا الشاشه لسببين، منها ان نخلي 13 اللي قدامك وكمان نشوف رقم الصفحه. 13 بيقول لك فيها توز نسيسري تو تيل ذا بوليس، ما كانش ضروري ان احنا نبلغ الشرطه. تمام، يو كاز هاف سولد ذا بروبلم بيرسون، يعني انت كان ممكن تحل المشكله دي يعني بصفه شخصيه وديه يعني. طب ادي هاف تصريف ثالث، هو بيتكلم في ايه هنا؟ هو بيتكلم في استنتاج ولا بيتكلم في لوم ولا بيتكلم في امكانيه حدوث شيء في الماضي بس ما حصلش ولا ايه؟ بيتكلم في فكره امكانيه حدوث شيء في الماضي بس ما اتعملش. طب نقولها بكود مع هاف طبعا تصريف ثالث ولا مايت ولا ماست ولا شودنت. كود هي اللي بتتكلم في فكره امكانيه شيء انه كان ممكن يحصل في الماضي بس ما اتعملش. والله انت كان ممكن تحل المشكله بطريقه شخصيه. خلاص؟ لكنه ما عملش كده. 14 بيقول لك فيها وي بقى فراغ هاف تيكن تاكسي وين تريند، ادي وي الفاعل وادي هاف تصريف ثالث هو ان هم ياخدوا تاكسي لما الدنيا مطرت. اي ام سوري يو دينت، انا اسف ان احنا ما عملناش كده. يبقى هنا هو بيتكلم عن شيء
خلاص كان من الواجب فعله في الماضي بس ما اتعملش. يتكلم عنه ايه بقى؟ بيقول والله ده احنا كنا فيها لوم، طبعا لوم وتوبيخ بدليل ان هو بيقول اي ام سوري. طيب نعملها بماست ولا شودنت ولا اوت تو ولا كانت؟ هعملها باوت تو. اوت تو اللي هي بديل شود. هنا بيقول والله ده احنا كان لازم ناخد تاكسي لما الدنيا مطرت، لكن هما ما عملوش كده. يبقى اوت تو بديل شود في فكره اللوم على حاجه كان لازم تتعمل في الماضي بس ما اتعملتش. اجابتنا الوحيده في جمله رقم 14. 15 يوجا فراغ هاف ريفيوزد ذا كيك هاف، ودي وراها تصريف ثالث، انت كذا انك انت ترفض الكيكه. ات ووز رود، كان حاجه مش مؤدبه يعني. طب نقولها بماسنت ولا شودنت ولا شود ولا كانت؟ لما بتكون بتلوم واحد على سلوك مش كويس، تمام، تقول له ايه؟ يو شودنت هاف عملت كذا، تصريف ثالث، ما كانش لازم تعمل كده بس هو عمله. تمام. 16 بيقول لك فيها ذا ترافيك بوليس مان didn't give him a ticket، رجل الشرطه ما ادهوش تذكره، اللي هي كانت ليها علاقه بالغرامه بالايقاف حاجات زي كده. هي كذا هاف نوتست ذات، هو ان هو يكون لاحظ بهاف تصريف ثالث اهي، ذات هي واز يوزنج ذا موبايل فون وايل درايفنج، انه يكون ايه بقى بيستخدم التليفون اثناء القياده. يعني هنا رجل الشرطه تحديدا بتاع المرور ما اداش غرامه او تذكره او ملحوظه للسواق ده، يبقى كده هو ما خدش باله اللي هو رجل الشرطه او رجل البوليس ده او المرور ان الراجل ده كان بيسوق وماسك الموبايل. طب نعملها ايه بقى؟ بمايت ولا بشودنت ولا ماست ولا كود؟ طبعا هو هنا بيستنتج في الماضي، والاستنتاج بتاعه استنتاج في صيغه النفي وبقوه. الدليل على كده ايه؟ هو بيقول له مش ممكن يكون شافه. عارف الدليل؟ انه ما ادهوش غرامه او ما ادهوش تذكرة أو ملحوظة، بيقول له فيها طبعا الخطأ إيه اللي وقع فيه. طيب نكمل ونروح للقطعة ونلفت انتباه للنقطة هنا، هو إن الامتحان ده اللي هو الامتحان رقم 4 اللي جاي على شهر نوفمبر، امتحان كله اختيارات، وده الحكاية دي مش جديدة علينا، إحنا عملناها في الامتحان رقم 2 اللي كان على شهر أكتوبر. القطعة اللي قدامي بتتكلم عن فكرة الثقافة القديمة والتاريخ والحكايات والدنيا دي، وبيقول إن الناس اللي كان عندها لغات او في مرحله ما لما الناس بدات تعرف اللغه المكتوبه كانت بتسجل القصص والحكايات والثقافه بتاعتها بلغه مكتوبه، لكن في الفتره اللي كان فيها الانسان لسه لم تكن لديه لغه مكتوبه، ما كانش يعرف القرايه والكتابه والحاجات دي، كان بيتم نقل الحكايات عن طريق اخبارها من جيل لجيل اخر. وطبعا بتختلف هذه الثقافات والعادات من مكان لمكان، ودي بيسموها حاجه اسمها فولكلور. الناس البدائيين ما كانش عندهم زي ما قلنا لغات مكتوبه، وبالتالي كان قصصهم بيتم وكانت واخده شكل الحاجات اللي تنقل من اشخاص لاخرين، وكانت دايما فكرتها قائمه على الاساطير والخزعبلات والحاجات اللي هي خارقه للطبيعه والعادات. طبعا هم كان موضوعهم ده حاجات ليها علاقه بالدين، السحر، يعني حاجات زي كده. تمام. طيب المهم ان في بعض الثقافات هتلاقي ان الناس كان بيربط هذه الحكايات بتاعتهم بالحيوانات والارواح الشريره والمخادعين واللي بيقولوا عليهم تريكسترز والكلام من ده، وبيشوفوا ان هذه الاشياء والاساطير والحاجات دي تمثل نوع من الاشياء اللي بتمثل زي ما قلنا ليهم نوع من الخوف والقلق، يعني في احتفالات ومهرجانات بطريقه ما بتتحكي فيها هذه الاساطير والاشياء زي ما قلنا اللي هي يعني واخده شكل ممكن يكون خارق للعاده شويه. تمام. المهم يعني المهم ان دي بتبقى فيها انه بتتعمل في احتفالات زي مثلا الزواج، الميلاد، المعارك، موسم الحصاد والحاجات اللي زي كده. طبعا دي بيقعدوا يحكوا هذه الاساطير والحاجات الغريبه شويه. طبعا الحيوانات جزء مهم في هذه الاساطير، الحيوانات اللي فيها خداع وكلام من ده. طيب نشوف الاسئله اللي هي تشوز كلها زي ما قلنا على الباقي الامتحان بتاعنا. People in the past used، الناس في الماضي كانت بتستخدم ايه؟ To pass down their history، عشان ينقلوا تاريخهم للاخرين. صوت voices، ما احنا قلنا كانوا بيحكوا حكايه. طب نشوف فيها ده underline pronoun them، الضمير them اللي تحت خط في القطعه بتاعتنا كان بيعود على ايه؟ كان بيعود على history and stories، التاريخ والقصص اللي بيتم حكايتها. 19 بيقول لك فيها people in the past، الناس في الماضي believed that، كانوا بيعتقدوا ان their gods، الالهه بتاعتهم could be in the form of، كان ممكن تاخد شكل ايه؟ animal tricksters، حيوانات مخادعه او حيوانات ايه؟ محتله. طبعا دي ثقافات احنا يعني
20 بيقول لك فيها the antonym of the word primitive. عايز مضاد كلمة primitive. كلمة primitive بمعنى بدائي، يعني بيعيش حياة بدائية جدا. عكسه الإنسان المتحضر advanced. 21 بيقول لك فيها a suitable title for the passage is العنوان اللي يناسب القطعة بتاعتنا الإيه؟ الاختيار C ancient stories and their purposes، القصص القديمة والغرض منها. طيب وصلنا للمرحلة المهمة في الامتحان، حكاية الترجمة اللي هي اختيار. زي ما قلنا دي كانت جديدة، بس المرة دي مش جديدة لأن خلاص ده المرة التانية ليه. بيقول لك television with its varied programs has its great influence on the minds of people everywhere. أنسب إجابة للترجمة دي هي الاختيار جيم. طيب يا مستر انت خدتها وسبتنا ما قلتلناش ليه؟ لا هقول لك والله، ما احنا عملناها قبل كده الحكايه دي. طب تعالى نقرا ونترجم تلفزيون واتس فاليد بروجرامز، للتلفزيون بمراجعه متعدده. ها هاز اتس جريت انفلونس، تاثير كبير اون ذا مايندز، على عقول بي اوف بيبل، الناس ايفري وير، في كل مكان. طب ليه الاولى ما نفعتش؟ عشان بيقول لك ليس نفاها. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بسبب التلفزيون. بسبب التلفزيون، فين كلمه بسبب دي؟ جابها منين؟ فين جابها من البسام؟ طيب بعد كده لبرامج التلفزيون المتعددة نتائج عظيمة. طب فين نتائج عظيمة دي؟ هو قالش نتائج عظيمة. خلاص؟ طيب شوف بقى الأخطاء دي ما تطلعها لك. طيب نروح للترجمة العربي عشان نحولها للإنجليش. وبيقول لك تعمل الحكومة على إنشاء العديد من مراكز الشباب لتمكنهم من قضاء أوقات فراغهم بطريقة مفيدة. أنسب ترجمة للي قدامنا ده هي أول واحدة. نحط عليها بس الأول خط ونقول ليه هي اللي نفعت والباقيين لا. تعال نقارنها بالعربي. بيقول لك ايه؟ تعمل الحكومة على انشاء العديد من مراكز الشباب. The government is working on establishing many youth centers. ماشي. لتمكنهم من قضاء اوقات فراغهم. To enable them to spend their free time. ها. بطريقة مفيدة. Useful. طب تعال تانية بقى. غلط ليه؟ The government is working on establish. ادي هي الغلطة. ادي اول غلطة. وكفاية هي، مش عايزين تاني. يلا. The government is working on establishing some youth centers to enable them to spend their spare time. Usefully. ماشي. خد بالك من الجملة دي، تعال نبص عليها تاني. The government is working on establishing. ماشي. هنا بيقول many. خلاص. خلاص. وهنا بيقول ايه؟ some. لا انا عايز many. يبقى هنا عمل لي مشكلة في حتة ايه؟ some. وحتى لو باقي الجملة برضو صاحبة فيه مشكلة. طب روح اللي بعدها. The government was working. وهنا ده غير الزمن خالص فده خلاها خطأ. تقول لي يا مستر يعني غلطة واحدة في الجملة تبوظها؟ اقول لك اه، طالما بنختار يبقى اي حاجة غلط تضيع الدنيا. لكن لو انت بتكتب زمان كنا بنسيبك بقى تكتب زي ما انت عايز وبنديك درجة تقديرية على الترجمة، لكن دلوقتي لا، ده تشوز، اختار، يبقى اجابة صح يا بلاش. السؤال الاخير وده 24 بيقول لك choose the essay topic that best suits this statement. بيقول لك اختار الموضوع من الاختيارات الستة دولة اللي يناسب الجملة دي. بتقول ايه جملة؟ it's important that we always follow traffic rules. من المهم ان احنا نتبع قوانين المرور. To reduce the chance of accidents، عشان نقلل فرص الحوادث. Keep pedestrians safe، اللي هم بيقولوا عليهم المشاة. And prevent traffic jams، ونمنع ايه؟ الاختناقات المرورية. الجملة اللي قدامك دي يا ترى how to prevent highway traffic jams، ازاي ممكن نمنع اللي هو بيقول عليه الترافيك جامز اللي ساعات الذروة من الهاي واي اللي الطرق السريعة، ولا how to ensure pedestrian safety، ازاي ناكد على امان المشاة، ولا ways to prevent traffic accidents، طرق منع الحوادث، ولا advantages of following traffic rules، مميزات ان احنا نتبع قواعد المرور، ولا ancient stories and their purposes، القصص القديمة وهدفها. How can technology help spread stories، كيف ممكن التكنولوجيا تساعد في نقل اللي هي القصص. يا عم مين فيهم اللي تنفع؟ اللي تنفع في الفكرة بتاعتنا هي advantages of following traffic rules، مميزات ان الواحد يتبع اشارات وعلامات المرور. إجابة صحيحة في جملة رقم 24. بكده يكون انتهى الامتحان اللي واخد رقم 4 على شهر نوفمبر، لكن إن شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من امتحانات وتدريبات المنهج بتاعك. إن شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر يوسف عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.